نفذت أجهزة الأمن حملة إزالة إشغالات بمنطقة حلوان، وأزالت قوات الأمن عدة أكشاك على جوانب الطرق، وشهدت حملات الإزالة مصادمات بين الشرطة والباعة الذين طالبوا الحكومة بتوفير بديل لهم قبل إزالة مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد. نسرق 15 سنة هنا جنب الشرطة، جنب الشرطة العسكرية، تقولوا لي تبع من ايه؟ أجيب لي جار من ايه؟ أكل عيال الستة منين؟ ما تشوفوا لنا حل بقى، شوفوا لنا حل عشان حرام، حرام والله العظيم. أما أنا بقى لي 15 سنة جنب الشرطة العسكرية ونتبادل كده، ومعايا ست بنات، وأدفع الإيجار وأدفع النور، أمال أكلهم النهاردة منين بقى؟ قولوا لي كده بقى، أنا عايزة منكم حل، أكل عيالي منين؟ طب ما تقولوا لي، مين اللي هيجيب لي عيالي تتعشى وتاكل؟ مين؟ مين؟